مرحبا أحبتي، كيف حالكم اليوم؟ أتمنى أن تكونوا بخير. نحن اليوم سنكتب موضوعنا الأول في التعبير الكتابي، سنكتب قصة واقعية نراعي فيها بنية السرد القصصي، وأيضا نلتزم فيها بمؤشرات النمط السردي، ونعتمد فيها السرد والحوار، وندخل الوصف أيضا في داخلها. إذا أحبتي، سنبدأ الآن بقراءة نص الموضوع. وجدت في الملعب محفظة ملأة بالنقود، أخذتها واحتفظت بها. عذبك ضميرك وعشت صراعا مع نفسك، هل تسلمها أم تحتفظ بها؟ وأخيرا قررت أن تسلمها إلى الإدارة فتلقيت تهنئة. إذن عثرت في ملعب المدرسة على حقيبة مليئة بالنقود والمال. هنا أخذت هذه الحقيبة واحتفظت بها، ولكن متى أخذت هذه الحقيبة واحتفظت بها؟ بعد أن عشت صراعا داخليا مع نفسك، واشتعلت في أعماقك الحيرة والارتباك، أتأخذ هذه الحقيبة أتأخذ هذه الحقيبة أم تسلمها؟ هنا في النهاية قررت أن تأخذ هذه الحقيبة وتحتفظ بها، ولكن فيما بعد عذبك ضميرك وقررت أن تسلم هذه الحقيبة إلى من؟ إلى الإدارة. ولذلك نتيجة لعملك النير هذا تلقيت تهنئة من الكادر الإداري في مدرستك. إذن اروي هذه الحادثة واصفا الصراع الداخلي الذي عشته، ذاكرا ما تعلمته من هذه التجربة. إذن هنا ستروي لنا هذه الحادثة، وستراعي من خلال هذه الحادثة أو القصة التي ترويها بنية السرد القصصي، وعليك أيضا أن تعتمد السرد والوصف والحوار، وفي النهاية علينا أن نذكر أو عليك أن تذكر ما تعلمته من هذه التجربة التي مررت بها. إذن هيا بنا نستخلص عناصر بنية السرد القصصي من هذا الموضوع. إذن وجدت في الملعب محفظة ملأة بالنقود. إذن هنا نحن نتحدث عن الحدث المبدل، ولكن علينا عندما نبدأ برواية قصتنا وبكتابة قصتنا أن نصوغ وضعا هادئا، وضعا أوليا هادئا مناسبا لنص الموضوع هذا. إذن أخذتها واحتفظت بها، عذبك ضميرك وعشت صراعا مع نفسك، هل تسلمها أم تحتفظ بها؟ إذن أحبتي، هنا نحن في خضم تسلسل الأحداث وقمة التأزم أي العقدة. وأخيرا قررت أن تسلمها إلى الإدارة فتلقيت تهنئة. هنا نحن وصلنا إلى الحل لعقدة هذه القصة، بأنك قررت أن تسلم هذه الحقيبة إلى الإدارة، وفي النهاية تلقيت تهنئة من الكادر الإداري في مدرستك. هنا إذا نحن في الوضع النهائي، ونحن في الوضع الذي استقرت عليه أحداث الحكاية. وفي النهاية علينا أن نذكر المغزى وما تعلمناه من التجربة التي مررنا أو التي مررت أنت ككاتب لهذه القصة بها. إذن سنبدأ الآن بكتابة قصتنا وبكتابة قصة، هذه القصة التي يجب أن تقسم إلى فقرات متعددة، وهذه القصة يجب أن نراعي فيها بنية السرد القصصي. قبل أن نبدأ بصياغة الفقرة الأولى لموضوعنا، علينا أن نضع عنوانا مناسبا للنص. هيا بنا نستذكر معا معايير وضع عنوان مناسب للنص.
إذن المعيار الأول هذا العنوان يجب أن يكون موجزاً. المعيار الثاني هذا العنوان يجب أن يسلط الضوء على مضمون النص وعلى موضوع النص وعلى الفكرة الرئيسية للنص، وهذا العنوان ثالثا يجب أن يكون جاذبا للقارئ. إذن هذه هي المعايير المعتمدة لكتابة أو لوضع عنوان مناسب للنص. إذن أحبتي سأترك لكم الآن المبادرة لتكتبوا عنوانا مناسبا ولافتا وجاذبا للقارئ. إذن سنبدأ الآن بكتابة الفقرة الأولى، وهنا يجب أن نترك فراغا عند بداية الفقرة. وهذه الفقرة الأولى ماذا تتضمن؟ هذه الفقرة الأولى تتضمن الوضع الأول والحدث المبدل، ونحن نعلم بأنه في الفقرة الأولى يجب أن نذكر عناصر القصة من زمان ومكان وشخصيات. إذن ما هو الوضع الأول؟ نحن نعلم بأن الوضع الأول هو الوضع الذي تكون فيه الأحداث مستقرة، هو الوضع الذي يتضمن الزمان والمكان والشخصيات. إذن ما هي فكرة الوضع الأول التي يجب أن نضعها في موضوعنا؟ الفكرة هي: اتجهت نحو ملعب المدرسة لتصطف مع رفاقك، أو اتجهت نحو ملعب المدرسة لأصطف مع رفاقي. هذه فكرة الوضع الأول، ولكن عليكم أن تبادروا أحبتي إلى توسيع هذه الفكرة. إذن ونلاحظ هنا بأننا وضعنا في هذه الفكرة وذكرنا مكان القصة وذكرنا الشخصيات، ذكرنا بعضا من الشخصيات في هذه القصة. الآن سننتقل إلى فكرة الحدث المبدل، وكما نعلم بأن الحدث المبدل هو الحدث الذي يبدل استقرار الأحداث في القصة. فكرة الحدث المبدل تتمحور حول ماذا؟ حول رؤيتك لحقيبة مركونة في زاوية الملعب. إذن أثارت نظري حقيبة مركونة في زاوية الملعب. إذن هنا سأترك لكم المبادرة لتوسعوا الأفكار في هذه الفكرة، وتذكروا بأن الفقرة الأولى يجب أن تتضمن بشكل أساسي الوضع الأول. بإمكاننا أن نضع الحدث المبدل في الفقرة الثانية، وبإمكاننا أن نذكرها في الفقرة الأولى. الآن أحبتي بعد أن انتهينا من الفقرة الأولى سننتقل إلى الفقرة الثانية التي تتضمن تسلسل الأحداث والعقدة، أي التي تتضمن ماذا؟ تصاعد الأحداث وتأزم الأحداث وصولا إلى المشكلة الكبرى في هذه القصة، وصولا إلى العقدة، وصولا إلى قمة التأزم. إذن هذا ما يجب أن تتضمنه هذه الفقرة. ولكن قبل أن نبدأ بكتابة الفقرة الثانية علينا أن نترك سطر فراغ بين الفقرة الأولى والفقرة الثانية، وأيضا علينا أن نترك فراغا عند ماذا؟ عند كتابة هذه الفقرة. إذن أبرز الأحداث التي ستتمحور حولها هذه الفقرة وأبرز الأحداث التي سنذكرها في هذه الفقرة، والمطلوب منا أن نوسعها بأنفسنا وبجملنا وبأسلوبنا الشخصي. إذن هنا بعد أن وجدنا حقيبة مركونة في الزاوية، الحدث الأول: تقدمت نحوها والفضول يعتريني. تقدمت يعني أي اتجهت نحوها وكان الفضول يتملكني لأعرف ما بداخل هذه الحقيبة. ثانيا: أخذت أتفرس. أخذنا هذه الكلمة في نصنا الحمال الأمين، وقلنا بأن مع
معنى كلمة بأن معنى كلمة أتفرس أي أحدق النظر، أي أمعن النظر في شيء معين. إذا أخذت أتفرس وأمعن النظر بما في داخل الحقيبة، لماذا؟ لأن الفضول كان يتملكني وكان يعتريني. هنا بدأ الصراع، بعد ذلك سيبدأ الصراع الداخلي يشتعل في أعماقي. بإمكاننا أن نكتب هذه الجملة: اشتعلت في أعماقي صرخة تدفعني لالتقاطها، وأخرى تدفعني للانصراف عنها. وهنا بإمكاننا أن ندخل عنصر الحوار، أن نعتمد الحوار هنا، ونعتمد الحوار مع الذات أيضا. إذا اشتعلت في أعماقي صرخة تدفعني لالتقاطها، وأخرى تدفعني للانصراف عنها. مثلا هنا أستطيع أن أقول مثلا: بدأت أحاور نفسي أخذها أو لا أخذها، أخذها أو لا أخذها. مثلا: فانبرى من أعماقي صوت يقول لي خذها. هنا أنا وضعت حوارا أو أدخلت الحوار، هذا الحوار الذي يضفي الحيوية والحركة، الحيوية والحركة على قصتي. هنا رابعا: وقفت مرتبكا وحائرا في أمري. إذا وقفت مرتبكا وحائرا، هل آخذ هذه الحقيبة أم لا آخذها؟ هنا قررت ماذا؟ أخذت القرار بأن آخذ هذه الحقيبة. ماذا نقول هنا؟ وبعد مثلا، وبعد صراع طويل مع ذاتي، لأن موضوع النص كان يركز على الصراع الداخلي الذي ستعيشه هذه الشخصية. إذا هنا دفعت كالسهم، وضعنا تشبيها، وأدخلنا هنا عنصر الجمالية، وأدخلنا هنا تشبيها لنجمل هذا النص. إذا اندفعت كالسهم نحو الحقيبة والتقطتها بيدي. بإمكاني أن أضيف جملة هنا: فشعرت بمتعة الانتصار مثلا، وبدوت كفائزا حطم جموح الفشل. هنا أستطيع أن أقول: اندفعت كالسهم نحو الحقيبة والتقطتها بيدي. وهنا شعرت بماذا؟ بمتعة الانتصار، وكأني فائز حطم جموح الفشل. بعد ذلك هنا صعدنا إلى الصف وارتحلت أفكاري بعيدا. هنا سيبدأ هذا أو ستبدأ هذه الشخصية بالتراجع عن قرارها شيئا فشيئا. إذن هنا صعدنا إلى الصف وارتحلت أفكاري بعيدا، وهنا شردت بذهني بعيدا، وبدأت أتخيل كيف سأنفق النقود. هنا بدأت هذه الشخصية تتخيل كيف ستنفق النقود. إذن أحبتي، عندما تكتبون هذه الفقرة عليكم أن تركزوا على هذه الأحداث المذكورة مع التوسيع واعتماد الوصف والحوار اللذان يضفيان الجمال مع اعتماد الوصف والحوار اللذين يطفيان الجمال والحيوية والحركة على قصتنا ويبعدان الرتابة والملل. الآن سننتقل إلى الفقرة الثالثة، ولكن بين الفقرة الثانية والفقرة الثالثة لا نترك سطر فراغ. هنا في الفقرة الثالثة أو بعد أن ننتقل إلى الفقرة الثالثة سنبدأ بذكر الحل. إذن هنا في الفقرة الثالثة سنتطرق إلى عقدة القصة والحل. إذن ما هي عقدة القصة هنا؟ هنا بعد أن ارتحلت بأفكارك بعيدا وبدأت تتخيل كيف ستنفق هذه النقود، فجأة
مثلا العقدة هنا عدت إلى عالم الواقع و عدت إلى عالم الواقع مثلا، وعدت إلى الواقع فجأة، عدت إلى الواقع ووضعت نفسك مكان من فقد الحقيبة. إذا وضعت نفسك مكان من فقد تلك الحقيبة. هنا نستطيع أن نقول أحسست بتأنيب الضمير لما اقترفته يداي. بإمكاننا أن ندخل الحوار أيضا ونقول مثلا اشتربيت من مقعدي هاتفا، لا أنا لست بسارق. هنا ذكرنا العقدة القصة، هنا يجب أن نذكر الحل. ما هو الحل؟ ما الحل لهذه المشكلة المستعصية؟ إذا هنا عندها علينا أيضا أن ندخل في نصنا أو في موضوعنا أدوات أن ندخل في موضوعنا أدوات الربط التي تفيد التسلسل الزمنية، مثل عندها، بعد ذلك، في تلك اللحظة، الفاء، الواو، عندئذ، عند ذلك. إذا مثلا عندها أخذت القرار بتسليم الحقيبة إلى إدارة مدرستنا. إذا هنا هذا هو الحل المقترح هنا، وعلينا أن نوسع قليلا. بعد أن ننتقل من الفقرة الثالثة التي تتضمن العقدة والحل، سننتقل إلى خاتمة هذه القصة، وإلى الفقرة الأخيرة، وإلى الوضع النهائي والمغزى. هنا بين الفقرة الثالثة وبين خاتمة هذه القصة علينا أن نترك هنا سطر فراغ. إذا أحبتي نترك سطر فراغ بين الفقرة الأولى والفقرة الثانية من قصتنا، وسطر فراغ بين الفقرة الثالثة والفقرة الأخيرة من قصتنا. إذا كما قلنا بأن الفقرة الأخيرة تتضمن الوضع النهائي والمغزى. إذا بعد أن سلمت هذه الحقيبة إلى إدارة المدرسة في الوضع النهائي، كيف استقرت أحداث هذه الحكاية؟ هنا مثلا تلقيت تهنئة من الكادر الإداري بعد أن سلمت هذه الحقيبة، وهذا ما جعلني أفخر بنفسي. بعد أن استطعت الانتصار على الصراع الداخلي المشؤوم الذي تملكني. مثلا هنا تلقيت تهنئة من الكادر الإداري، وهنا هذا ما جعلك هذه التهنئة جعلتك تفخر بنفسك وتشعر مثلا بنشوة الانتصار. مثلا وعادت البسمة لترتسم على شفتي من جديد. وما هو المغزى؟ مثلا وكما يقول الحديث الشريف، أدوا الأمانات إلى أهلها، أو تعلمت بأنه يجب أن نحافظ على القيم السامية في مجتمعنا كالأمانة. هذه القيم السامية تحافظ على تماسك المجتمع، هذه القيم السامية تقرب بين الناس، هي سر التعاون بين البشر، إلى آخره. هكذا أحبتي نكون قد أنهينا شرح هذا الفيديو. أتمنى منكم مشاهدة هذا الفيديو والالتزام مشاهدة هذا الفيديو والالتزام بتصميم الموضوع الذي وضعناه وناقشناه في هذه المحاضرة.